les impulsifs pour nous adresser à c'est Mohamed Darif pour essayer de... On doit juste faire un break académicien pour revenir à la politique. Justement, à ce stade, c'est Darif, on se pose la question, ces élections seraient-elles des élections de changement, des élections de rupture, ou, selon vous, observateurs, ressembleront-elles à toutes les autres ? ما معنى غادي نحاول نجاوبك بطريقه يعني انطلاقا من الاشياء اللي تبارت كاين واحد جوج ملاحظات او ثلاثه ملاحظات اساسيه مع اللغه باش يهضر الباحث ولكن الباحث راه في اخر الوقت راه هو مواطن عنده الباحث في اخر المطاف عنده كيف تعبر عليه معنى المساله ديال ذاك الحياد راه هو تيبقى في اخر المطاف يعني حياد نسبي ماكاينش حياد مطلق خاصه ملي تكون تتعامل مع لي زاكتور بوليتيك بحال اللي عندنا في المغرب هنا تيطرح المشكل لما تسمع مثلا تتبع لي بريمير مثلا ديال البارتي سوسياليست في هذا كاينه ايلوجيك الان ما عندوش صعيب لانه المشكل اللي تيعرف هو اللي تيخلق واحد لا تفك توتر لانه واحد الوقيته تيوليو دوك لي زاكور بوليتيك عوض ما يفكروا في يعني في المقترحات في الشعب تيوليو تيفكروا غير يردوا على الاخرين هذا المشكل عندنا في المغرب انا تنقول الملاحظه الاولى هاد البرانتون ماروكان انت البرانتون اين اشبي ولا لو كنت تقول ابو انطلقوا من هذه المساله علاش؟ مساله موضوعيه ما فيهاش حكم ما فيهاش جوجمون فالور مسألة موضوعية لأن داكشي اللي وقع في تونس وفي دول أخرى كان عادي وقعت اضطرابات تحولات جا إصلاح حنا حنا ديجا غلطنا في واحد المسلسل ديال الإصلاح لأنه ما نساوش الخطاب ديال 9 مارس بدا الملك بالحديث عن الجهوية لا ريجوناليزاسيون أفونس علاش بدا؟ لأنه ترجع لو ديسكور ديال 3 جونفي 2010 بمعنى داك الضغط ديال سي باسي اون تونيزي اون ما كانش حنا هاد الاصلاحات اللي درنا ديال لو طوا جونفي 2010 اللي هضر فيها الملك على الجاوية المنسى راه كانت تحت الضغط بمعنى اخر حنا كان عندنا ان في تشارج اون فيغ لونيو اوروبيان نوز اكوردي هذاك لو ستاتي افونسي في اكتوبر 2008 وهذاك لو ستاتي افونسي اللي عطانا لونيو اوروبيان ما عطاش لينا يعني سون كونترول بارتي ديال لو ستاتي افونسي في لو موا اكتوبر 2008 على اساس خصنا اولا نديرو اصلاحات سياسيه نحترموا هاد ليبرتي اي لي دروا فوندامونتو اكثر من ذلك المطلب ديال ان الملك يبتعد على ليزافير لومون ديزافير هذا راه مطلب ديال لي اوروبيان ماشي ديال حركه 20 فبراير ف كنا نتفاهموا مسلسل الا كنا تنحاولوا نرضيو لا او ماشي نرضيو نستجبوا لان حتى المصلحه ديالنا تكون مع الاتحاد الاوروبي وراه سيدي الكرام غادي تذكر على انه اللحظه اللي كانوا وقفوا ضد المساله ديال لا ليبرتي كيوت باش تكون في الدستور راه كاينه رساله ديال لونيو اوروبيان موجهه للحكومه ربما السي نزار يهضر لنا عليها وانا عندي نسخه من الاتحاد الاوروبي تيقول لهم الحكومه المغربيه خصكم ديروا لا ليبرتي كيوت فاي كونساكري كونستيتيونيلمون هاد لا ليبرتي كيوت ما تحركوا الاخوان ديال البي جي دي وقالوا ماشي الخزن اللي قال البي جي دي ف هذه نقطة بمعنى ملي تنقول ان برانتون ايناشفي لانه الناس اللي كانوا تيفكروا في الاصلاح في المغرب ما مشاوش فيه بالمنطق ديال داكشي اللي وقع في تونس ربما داكشي اللي راه اكسليري هذا ولكن بقاو تيفكروا بالمنطق ديال انهم تيتعاملوا مع الاتحاد الاوروبي ومن هنا غادي يوقع عندنا مشكل الناس اللي تيتكلموا على الكونستيتيسيون بانه جا سي فري ولكن راه في الكونستيتيسيون كاين اللي هي دو فولي كاين داك لو بريمي فولي اي اون تري او رابور انتر لي طائر السيتويان هنا حتى شي واحد ما غادي يناقش داكشي متقدم بزاف ديال لو فوندامونتو داكشي اكسترا ولكن ملي تمشيو للدوزيام فولي لي ايون تري او رابور انتر لي انستيتيسيون هنا فين عندنا المشكل لانه بشكل عام صعيب باش غادي نقولوا بان الملك فقد الصلاحيات ديالو او تخلى عنها الحكومه كيف ما بغا يكون المنطق كانت واحد النوفيل انجينيور كونستيتيسيونيل ولكن تيبقى هو هنا تيبقى مطروح المشكل ديال الفلسفه ديال هذا الدستور كله اذا هل هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه اللي اساسيه الان في المغرب
انا بالنسبه لي كان حيت بتعملش هذا الكونجونكتيغيل ولا ليفينمون سيل المسائل عالميه ديجا دابا الان تتكلموا على الانتخابات خصهم غير بيسفوتو حنا درنا تحالف هذا الشيء ويز برا حنا جي ويز حنا جي اروا حنا جي اروا اخرى عندنا مزيان المشكله ماشي هنا كيفاش انت بغيتي دير تحالفات بين الاحزاب هي اصلا لا ما عنده عنده ريسبكت با دوك لي ميكانيزم دو فونكسيونمون ديموكراتي هي احزاب تعيش اعطاب عندها اعطاب يعني اعطاب داخليه فتنجم تقول للمغاربه حنا تحالفنا ديروا لنا بعد الديمقراطيه داخلكم وكان القانون ديال 2006 كانت عندي ملاحظة ثابتة ولكن أجلها لا غير ملي تقول بأنه قبل ما نفكروا في زاليونس أنت نفكروا بعد نخلقوا نخلقوا أحزاب تحترم الديمقراطية داخلها المسألة الثالثة المشكلة بين نخلوا المغاربة بالفعل يمشيو يصوتوا وخصنا الحين واحد الثقافة غرسناها وخرسنا عند المغاربة دابا الآن أنا مغربي تنتمي للأوساط الشعبية الفقيرة إلى آخره هو نمشي نصوت علاش انا غادي تستعمل لي انا كاله نمشي نصوت وغادخل مع الناس تحكم ليا ولا تصوت عليهم هذا المشكل عندنا في المغاربه خلقنا واحد فراكسيوني فراكسيو سوسيال ولا واحد من المغاربه تيتخلقوا من اللي تتولدوا من هم غادي تعينوا في وزراء وغادي تعينوا بالديريكتور حنا تنعرفو ديك الظاهرة ديال لي باراشوتي في الحزاب تيجيبوهم من شي جهة تيحطوهم في حزاب و تيقولو ليا سير صوت عليا تعامل مع المغاربة يعني كما بدأت سأبدي يعني غير بعض الملاحظات للتوضيح يعني التوضيح الأول فقط بالنسبة للسيد الكيراني قال بأنني أدافع عن تصور الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق أنا لم لا أدافع أنا طرحت تصور ولكن في الواقع إذا كان المغاربة يتشبثون بالإسلام لماذا لا نسمح لهم بحرية المعتقد في الدستور؟ غرب المسلمين مشبثين بالإسلام ديالهم لا إيه أنا ما أعرف غير طرحت تشجيع المسألة الثانية وراء المشكلة عندنا في المغرب المشكلة عندنا في المغرب تاريخيا هو المفارقة الموجودة بين السلوك ديال الفاعلين وبين الخطابات ديالهم الآن دابا تتكلموا على البرامج الانتخابية في السابق كانت واحد الفكرة تروح دائما أن البرامج هي صح هذه بروغرام إلكترونيك هما دي بروميس إلكترونيك تلقاو الوعود بلكا راه جبت 3000 إجراء 700000 كذا تمشي تقرا الإجراء خصنا نحاربوا الفساد خصنا نقضيو على الرشوة ولكن هذا ماشي غير باغي انشاء كلشي باغي يعرف الفساد كلشي باغي يحارب الزوال المشكل فين كاين دابا حنا تتخافوا مع تتكلموا مع المغاربه وتتكلموا معهم بهذه اللغه ديال البرنامج تقول لهم حنا برامج ولكن ملي تنجيو نقدموا المرشح للانتخابات تنقدموا الاعيان وسط الشخاره اذا بمعنى حنا عارفين بان المغاربه ما تيتفوتوش على البرامج تيتفوتوا على الاشخاص الاحزاب دابا الان اللي تدير واحد المقارنه بين لي بروغرام الكتروني ديال البارتي بوليتيك بزاف ديال لي بوان دو ريزونونس بزاف تكلموا عليهم الناس بغيت نختم باش ما نطولش ونعطيك لي مساحه انا تنتوجه صيف بالخيار بالخصوص انا تن الملك لان في الدستور ما كاينش جلالة الملك في الدستور كاين الملك فأنا تنحترم لا لا ريسبكتي لا 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 أنا بالنسبة لي دوستون تتكلم على الملك هذه أولا ثانيا كاين جوج خطابات عندنا كاين خطاب ديال الشيخ بوشكي للملك إلى أبلي أن أنت في قصر ديمقراطي دي ديسبوزيسيون دو نوفيل كونستيتيسيون وعندنا خطاب ديال افتتاح البرلمان الأخير تقول الحكومة خاصها تحمل مسؤوليتها وما تبقاش تخدم للمراد الآن ملي تيجي واحد مثلا حزب تيقول لي أنا تندافع على مشروع ديمقراطي حداثي تيقول لي يا سيدنا الله ينصرو انا كنت نفهم هاد كلمة سيدنا واش عندها زعما شي علاقة بالحداثة وهاد الله ينصرو واش عندها علاقة بالحداثة واش عندها علاقة بالحداثة
الحرية للجميع. ابن الروا أنا الحرية ديالي والديمقراطية ديالي. عاش الملك. جلالة الملك نصره الله. عاش الملك. عاش الملك. كان حكي أن تشوف موت الملك ديالي. عاش الملك. لأنه المرأة كانت تلبس كيما بغات. تخلينا نقطعوا مع الثقافه ديال المخزن
وحتى شي واحد ما بقيت زيد على المغاربه انا هو واحد الصدام يقول لك فيه ولا رواه ولا غير مالي المغاربه تيبغيو المالي صحيح شي اللي واحد حزب اسباني طاك المغرب شكون اللي خرج 3 مليون ديال الناس في الشارع ماشي الحزب الاحزاب سو باسي كل